والسلام على سيدنا محمد. طيب يا شباب، في موضوع مهم جدا اللي هو الحديد والشاي. الحديد اللي هو موجود بجسم الإنسان، دائما ينصحون أنه بعد وجبة الأكل أو أثناء وجبة الأكل ما تشرب الشاي. السبب لأن هذا الشاي يؤثر على الحديد، فينصح دائما أن الشاي يشرب بعد الأكل أقل شيء بساعتين. فنشوف الآن أثر الشاي على الحديد. عندنا هذه أولا مادة الحديد بكمية قليلة جدا، يعني ما حاولنا نركز المادة. هذا الحديد اللي هو تقريبا في جسم الإنسان، وعندي الشاي العادي، الشاي المعروف. راح نلاحظ الآن وش اللي راح يصير، ايش اللي يصير بالحديد. يعني شوف سبحان الله الأثر الكبير للشاي على الحديد اللي بجسم الإنسان. فدائما احنا ناقصنا ليمون، لو كان موجود الليمون ممكن يخفف من هذا الشاي. فإذا انت مضطر بشرب الشاي فلازم انك تشرب ليمون مباشرة، فراح يعدل نفس اللون. بعد بس مشان يشرب ليمون؟ نعم هذا. فالواحد ينتبه انتباه شديد، من الحديد دائما مهم في جسم الإنسان في نواحي كثيرة. وشكرا لكم. أشكرك على التجربة.